لقد ذكر الله جل وعلا الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضع، وأمرنا جل وعلا أن نصبر صبرا جميلا، صبرا جميلا. وقد ذكر الله الصبر الجميل في كتابه في 3 مواضع. الموضع الأول عندما أتى إخوة يوسف عند يعقوب ومعهم قميص يوسف ملطخ بدم كذب، قال يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الموضع الثاني عندما فقد يعقوب بنيامين قال: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الموضوع الثالث عندما آذى المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم أمره ربه فقال: فاصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه إلا لله. الله جل في علا يقول: إنما أشكو بثي وحزني. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذه الآية جرتني لآية أخرى قال ربي فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.